قد إيه الجنة جميلة، بيوتها وأنهارها وبساتينها وراحة بال أهلها. والجنة دي هدية وجايزة من ربنا لكل واحد كان يقظ في الدنيا وما تسحرش بفتنتها وزينتها. وكل لحظة جميلة في الجنة هي جزاء لموقف في الدنيا كنت فيه متمسك بأخلاقك وقيمك، أو ساعدت حد حواليك، أو أتقنت عملك ودراستك، أو كنت عابد بتحترم عبادة ربنا، أو بر بأهلك وناسك وصحابك. كل موقف من دول هتلاقي قدامه موقف سعادة ونعيم في جنة نعيمها ما خطر على قلب بشر. كل يوم في رمضان هندخل الجنة سوا، نزورها ونتفرج على ألوان النعيم اللي ربنا شوقنا ليه، عشان دايما تفضل الجنة قدام عينينا في كل موقف في حياتنا في الدنيا في يوم في الجنة. دلوقتي جمعاتكم مع يوم في الجنة مع مصطفى حسني على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين يوم في الجنة، والنهاردة احنا بنتجول في الجنة. هنشوف واحد دخل الجنة لقاها مليانة، فطلع يقول لربنا لقيتها مليانة. ده مين ده؟ ده واحد سيدنا موسى سأل ربنا عنه. سأل موسى ربه: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ من أقل واحد في الجنة؟ فقال رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. الناس كلها دخلت، كل الفيلا اللي اتسكنت والقصور تمام، والشواطئ مليانة والكافيهات مليانة، كل حاجة في الجنة اللي بتحلم بيها كلها تمام، ده داخل في الآخر. فيقول: يا ربي، كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس منازلهم؟ انت اتملت، هقعد فين؟ فيقول له رب العالمين: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تحب تبقى زي بيل جيتس أو سلطان بروناي اللي هو أغنى واحد في الدنيا؟ ولا يعني تحب يبقى عندك مليارات وعندك قصور وطيارات وعربيات؟ أنا فاكر إن بيل جيتس جاب لمراته عربية حلوة، عربية سباق، وبعدين جاب لها الأجمد من العربية، جاب لها تراك عشان تلعب بالعربية السباق. فربنا يقول لك: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فأنت يجي في بالك بيل جيتس، فتقول له: يا رب حلو ورضيت. فيقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله. قال صلى الله عليه وسلم: وفي الخامسة يقول العبد: رضيت يا رب، كفاية، أنا أروح فين؟ هخلص الفلوس دي كلها إمتى؟ فيقول له رب العالمين: إن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك وأقرت عينك، اللي فرح عينيك ليك. فيقول: يا رب رضيت. فسيدنا موسى سأل ربنا: أهذا أدناهم؟ يا نهار أبيض، لما يكون ده أقل واحد في الجنة يا رب، من أعلاهم؟ قال يا موسى، واتمنى معايا، اتمنى تكون أعلاهم مش أدناهم. اوعى وأنا بحكي لك على أدناهم تقول يا رب كن أنا. اوعى تتمنى تخش الجنة متأخر. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، عايزة بكون في أحلى حتة جنب النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ربنا كل يوم. يا ربي، أذلك أدناهم أو أهذا أدناهم؟ فما أعلاهم أو فمن أعلاهم يا الله؟ فقال يا موسى: أعلاهم منزلة أولئك الذين أردت. زمان حد من أساتذتي علمني أولئك الذين أردت، عارف لما ولله المثل الأعلى، عارف لما حد يقول دول رجالتي، دول الناس اللي تبعي، فربنا بيقول دول الذين أردت، دول اللي أنا عايزهم، دول اللي نصروني على نفسهم، نصروني في الدنيا ونشروا كلامي، دول الناس اللي كانوا ثابتين وحاسين بالغربة في وسط عصور الفتن، دي الناس اللي بكت من خشيتي ومن حبي، دي الناس اللي تعرضت عليها الأموال الحرام بالمئات وبالملايين ورفضوا علشان يرضوني ويشوفوا لحظة دخول الجنة. أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. دول ناس ما يتوصفش، مش هوصف لك يا موسى، ده حاجة ما تخطرش على قلب بشر. يا رب اجعلنا منهم. عايز تبقى منهم؟ هتعدي عليك مواقف، المواقف دي تنصر فيها صاحبك، تنصر فيها شهوتك، تنصري فيها اللايف ستايل اللي انت عايشاه، تنصر فيها لذة الغضب وتبهدل الواحد قدام الناس عشان توريهم انت قد ايه جامد، تنصر فيها فكرة غربية عشان تبقى شكلك مودرن قدام الناس وتعيش عيشة مش عيشة اهلينا، تنصر فيها الكسل. لو نصرت الكسل على نفسك غلط، كل ده بيتعرض عليك. لو رفضته ونصرت ربنا، انت بتقول له: يا رب انت اغلى عليا من نفسي. ولو ربنا أغلى عليك من نفسك، اعرف انك كبير عند ربنا. مين قالك كده؟ قال العلماء: إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك.
حاجتين تعرف بيهم انت فين عند ربنا. شوف أقامك في إيه، لو بتعمل حاجة فيها خير يبقى مقامك كبير، ولو لقيت مقام ربنا كبير في قلبك يبقى أنت كبير عنده. فمقام ربنا في قلبك دليل على مقامك عنده. فيا رب تكون علينا في نفوسنا أغلى من نفوسنا وأغلى من الدنيا ومن الناس كلها، عشان نكون غاليين عندك ونكون أولئك الذين أردت أعلاهم منزلة في الجنة.